بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة ال LG اللي هي العشرة كيلو. هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط ولأي حد يقدر يفهمها بإذن الله. طبعا هو بالنسبة للغسالة بتاعتنا، طبعا هي موتور دفع مباشر، موتور بدون سير، اللي هو حاجة اسمها السكس موشن، اللي بيشتغل بست حركات، يمين في شمال، شمال في يمين، تجيب الملابس من ورا لقدام، من قدام لورا، أكن واحدة ست قاعدة جوه الغسالة. هي غسالة ممتازة بصراحة يعني. هنشرحها إن شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط خالص. طبعا بالنسبة لنظام تشغيلها، أول حاجة عندي بالنسبة للغسيل، طبعا المستوى ده كده الهدوم بتاعته هي ناشفة، تحت الجزء ده كده تحت الكاوتش ده بقى 5 سم 6 سم مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لا، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس محطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، محطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض. حمل الغسالة كوفرتاية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة، ممكن أحط دفايتين صغيرة بدور الأطفال أو اتنين كوفرتا بدور الأطفال أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة. لكن ما ينفعش احط كوفرتا كبيرة ومعاها كوفرتا صغيرة، لأن الكوفرتا بتشرب مية كتير، هي كفاية واحدة كوفرتاية واحدة بس كبيرة. ممكن احط اتنين دفايتين اتنين كبار، ممكن احط دفايتين دفايه كبيره او دفايه صغيره، ممكن احط دفايتين اتنين وسط او دفايتين اتنين صغيرين، ممكن احط اتنين كوفرتا برضه وسط او اتنين صغيرين. ده بالنسبه للملابس. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره كلها، بجيب كيسه بسوسته وبحط فيها الشراب او المنديل، ليه؟ اثناء التكييف بسرعه عاليه بتاع الغساله ممكن الشراب او المنديل يخش ما بين الحاله الاستانلس دي والحاله الخارجيه، يعمل لي مشكله في الغساله، فمن الوقايه ان انا استخدم الكيسه اللي هي مسوسته دي للشرابات او المناديل. ده بالنسبه للملابس عندنا. بالنسبه في عندي فلتر، الفلتر ده كل شهر او كل شهرين بفك الفلتر ده شمال، اجي الاول على الفايس ده الاول، اجيب اي طبق يكون الحرف بتاعه قليل واصفي الميه الاول من الفايز ده، وبعد ما اصفي الميه اقوم مركب ايه الفايز عادي خالص، واقوم جايب الفلتر بقى بتاعي واخرجه بره، افكه شمال اخرجه بره، اي دبوس اي زغبار اي رواسب ولا حاجه بنضفها كويس، وارجع اركب الفلتر بتاعي ده خالص. طبعا اركب الفلتر يبقى سهل معايا في التركيب، عشان لما الغساله تاخد ميه ما يوقعش معاه الارض، لو تركب غلط هيوقع معايا على الأرض، ممكن يعمل لي برومة كمان في الغسالة، فأتأكد إن هو متركب صح، وأقفل الباب بتاعي. الكلام ده كل شهر أو كل شهرين مرة. بالنسبة للمسحوق بتاعنا، بحط هنا 3/4 كمية المسحوق، وبحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا الإضافات، داوني، معطر، ملين، مرطب، أي إضافات أيا كان، الـ3/4 الربع الإضافات لازم يكون مسحوق أوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لأن المسحوق العادي بيعمل رغوة عالية، ممكن يأثر على البوردة أو يأثر على الماتور بتاع الغسالة، ويأثر على الميزان بتاع الغسالة، يخلي الغسالة فيها نظام تخريب بسيط كده. هنا 3/4 الكمية، ربع الكمية الإضافات. طبعا لا، فيه بعض ستات تقول لك ان عندي كل ما كتر المسحوق الغسالة تنضف اكتر، لا بالعكس، ده انا كل ما بكتر المسحوق بتديني بقع غريبة في الغسالة، ممكن تديني بقع رمادي بالذات الدوني، مع المية اللي عندنا اصلا المية عندنا مش كويسة، فتيجي تبص لها عاملة لي بقع رمادي، وفي احيانا بقع عاملة زي الصدى، فلازم المسحوق بتاعي يبقى قليل، لان كتر المسحوق بيأثر بالسلب على الحالة الخارجية بتاعة الغسالة، زائد انه بياكل الصليبة بتاعة الغسالة فيعمل لي مشكلة بلي، فهو يعني كتر المسحوق مش كويس. من ناحية ان احنا بنوفر تمن المسحوق، ومن ناحية تانية بنحافظ على الغسالة وبنحافظ على الغسيل بتاعها. لو جيت اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا الدرج، لازم اضغط على البوش دي اللي هي علامة الصبع دي، كل شهر او كل شهرين اي مسحوق متجمد اي زغبار اي رواسب ولا حاجة بنضفها، ومن جوه برضو نفس القصة، من جوه برضو نفس القصة، نضف كويس واركب الدرج بتاعي عادي خالص سهل مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة للمسحوق. بالنسبة لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقة اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قالت الغسالة. أول ما بتقلت الغسالة لو ضغطت ستارت أوكي تأكيد تشغيل، هجيلها على برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغسالة، هتبدأ تسحب مية وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجة لوحدها. درجة الحرارة هي مظبطاها لوحدها 40 درجة حرارة، طبعا عدد اللفات برضه هي مظبطاها، فهي بتظبط لنفسها كل حاجة. لو أنا عايز طبعا على 1400 لفة،
لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اللي هو القطن، هو انا عايز اجيب برنامج تاني غيره، اجيبه ازاي؟ الغسالة مطفية بقيت الغسالة، ما بروحش عند ستارت ولا اوكي تأكيد تشغيل، بقلب من البكتاك كمان او شمال جالي القطن تاني. كده عندي القطن الايكو او القطن الملون او القطن الموفر او القطن الاقتصادي اللي فيه نسبة ارياف صناعية. بعد كده عندي الميكس اللي هو الخليط جنسيات على اقطان وهكذا. الايزي كير اللي هو السهل بتاع الاطفال، اللي هي الملابس البسيطة بتاعة الاطفال. الديوفت اللي هو اللحاف، بس انه حيفا برصات الاطفال او الكوفرتيات او الدفات او مشابه ذلك. بعد كده عندي بيبي كير، تعقيم لملابس الاطفال او عناية بملابس الاطفال. سكين كير هي ملابس المتصلة بجلد الاطفال مباشرة، ملابس داخلية. سايلنت ووش اللي هو الصامت او الغسيل الهادئ، لو انا عايز اشتغل بالليل مش عايز اغسل يبقى عالي، او هدوم اللي شبه متهالكة اللي هي متحملش حركة جديدة بالنسبة للغسالة. الكويك اللي هو السريع، تيشرتات ملابس رياضية، الحاجات البسيطة او الحاجات اللي مش متسخة او نسبة عرق ولا حاجة. انتنسيف اللي هو الكثيف اللي هو الجنسيات على طول، الملابس اللي هي شديدة الاتساخ. الوول اللي هو الاصواف، ديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجة ذات ملمس ناعم. دارك ووش اللي هو الملابس الغامقة او الملابس الداكنة او الملابس السودة. سبورت وير اللي هي الملابس الرياضية. وبعد كده القطن، اي برنامج في الدنيا فيه ووش ورنس وسبن اللي هو الغسيل والشطف والعصر. لو انا عايز اوبشن زيادة فوق البرنامج، زي في عندي حاجة هنا اللي هي كريس كير اللي هي بدون كرمشة او منع التجاعيد، هي مطلع مكرمشة مطلع مفرودة شوية بس مش مكوية. في عندي هنا فافورت اللي هو المفضل لو انا عايز اعمل برنامج على ايدي يعني. في عندي البري ووش اللي هو الغسلة المبدئية او غسلة اولية او زي نظام ناقع لو انا برضو عايزها بختارها. في عندي اوبشن اسمه التايم ديلي اللي هو تأجيل التشغيل. احنا مثلا هنشغل وليكن الغسالة الساعة 10 بالليل، وليكن مثلا دور هيبقى ساعتين افترض يعني، يعني معنى كده ان الغسالة هتخلص الساعة 12 بالليل، هتفضل الغسالة من اول الساعة 12 بالليل لحد يوم الصبح الساعة 8 او الساعة 9 الصبح. هنيجي نخرج الملابس بتاعتي من الغسالة، هنيجي نخرج الملابس كده هنلاقي الملابس صحتها مش كويس. في نقطة هتفيدني في الموضوع ده، حاجة اسمها تايم ديلي او دروس صدر وتأجيل التشغيل. تقريبا كده هننام مثلا وليكن 8 ساعات، هقوم قايل باور هاخد البرنامج القطن وليكن، هقوم جاي عند الغسالة اقول لها احنا هننام 8 ساعات. لو ضغطت ستارت الغسالة مش هتشتغل الا قبل الثمان ساعات بوقتها هي، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعة 6 وانتوا نايمين هتشتغل. الساعة 8 بنفتح عينها من النوم هتلاقيها مخلصة معانا، احنا مخلصين نوم هي مخلصة غسيل، نيجي نخرج الملابس لقاها فريش مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة للتايم دي اللي هو تأجيل التشغيل. لو احنا في سفر، لو احنا في عمل ومأجلين برضو لوقت معين، هنبدأ نفتح باب الشقة هنلاقي الغسالة مخلصة معانا، نخرج بس نلاقي فريش ريحتها مفيش كام كام ولا أي حاجة. ده التايم ديلي. جبت برنامج القطن اللي هو الرئيسي، طبعا بري ووش اللي هو الغسلة المبدئية أو غسلة أولية أو زي نظام ناقع كده. عند التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، هي درجة الحرارة عند 40 لو انا عايزها 60 درجة حرارة، لو عايزها 95 غليان، لو انا عايزها كولد بارد خالص، لو عايزها 30، لو عايزها 40، زي ما احنا عاوزين. ولكن هو البرنامج كده كده اصلا بيظبط نفسه بنفسه، بس بنقول لو احنا عايزين نتحكم فبنتحكم. في بعد كده عندي الرنس اللي هو الشطف. هو الرنس هنا جايب له النورمال اللي هو التلقائي اللي هو المعتاد بتاع البرنامج نفسه. لو قمت عامل كده اداني رينس موجب، يعني شطفه اضافيه غير الشطفه بتاعت الغساله اصلا. لو قمت عامل كده اداني رينس 2 موجب، يعني شطفه 2 2 غير الاساسي بتاع الغساله. لو الاساسي 2 ودول 2 هيبقى كده 4 شطفات. عندي هنا نورمال زائد هولد، يعني هنا الشطف العادي خالص بس هيبقى فيه هولد، هولد يعني ايقاف شطف، بس هي تخسر وتيجي عند الشطف من توقف مؤقت. مجرد ما تضغط ستارت تبدا تكمل البرنامج بتاعها عادي، نادرا لما حد بيستخدم النقطه اللي محدش بيحب الغسالة تخسر وتيجي عند الشطف وتقف، الغسالة عايزها تخسر وتشطف.